بسم الله الرحمن الرحيم. فضلاً ادعمنا بالاشتراك في القناة. Please subscribe to the channel. Abonnez-vous dans la chaîne s'il vous plaît. من ناحية الحبوب عندنا احتياط بتاع 8 شهور. ورانا على أبواب الحصاد، الحصاد باش يبدأ في الجنوب قريب جداً. وفي الشمال في شهر جوان يعني من على شهرين إن شاء الله ندخلوا في الحصاد، تضاف إلى الاحتياط نتاعنا. الحل الوحيد والجدري هالأمور هذه هو الإنتاج. ثم تلاحظوا راني في سنتين دروك، سنتين نادي بإنتاج زيت المائدة، إنتاج سكر، رفع منتوجية المردودية تاع الحبوب إلى 40 قنطار في الكتار إلى آخره. هذه قبل هذه الأزمة تاع الأوكران. لو كانت طبقت احنا ما نتأثروش بالأزمات هذه. ولكن اليوم راني نزيد نحت ونحرص على تطبيق هالتعليمات، لأن هي المنفذ الوحيد اللي يخلينا ما نتأثروش بالشيء اللي كاين في الخارج.